بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. سبحان الذي سبحان أطلع الذي في أطلع شهر في شهر ربيع ربيع الأول قمر الأول نبي قمر الهدى نبي الهدى وأوجد وأوجد نوره نوره قبل خلق قبل خلق العالم العالم وسماه وسماه محمدا محمدا وأخرجه في وأخرجه في آخر آخر الزمان كما الزمان كما قدر قدر وأبدا وأبدا وألبسه وألبسه خلعة خلعة الجمال التي الجمال لم التي لم يلبسها يلبسها أحدا أحدا فولد فولد بوجه أخجل أخجل قمرا قمرا وفرقدا وفرقدا ألا هو ألا الذي الذي توسل توسل به به آدم آدم عليه عليه السلام السلام وافتخر وافتخر بكونه بكونه والدا والدا واستغاث واستغاث به به نوح نوح عليه عليه السلام السلام فنجا فنجا من من الردى الردى وكان وكان في في صلب صلب إبراهيم إبراهيم عليه عليه السلام السلام حين حين ألقي ألقي في في النار النار فعاد فعاد وصار وصار لهبها لهبها مخمدا مخمدا ورأت ورأت أمه أمه آمنة آمنة رضي رضي الله الله عنها عنها حين حين حملت حملت به به ملائكة ملائكة السماء السماء مددا مددا ودخل ودخل عليها عليها الأنبياء الأنبياء وهم وهم يقولون يقولون لها لها إذا إذا وضعت وضعت شمس شمس الفلاح الفلاح والهدى والهدى فسميه فسميه محمدا محمدا قال الله قال عز الله وجل عز لقد وجل جاءكم جاءكم رسول رسول من من أنفسكم أنفسكم عزيز عزيز عليه عليه ما ما عنتم عنتم حريص حريص عليكم عليكم بالمؤمنين بالمؤمنين رؤوف رؤوف رحيم رحيم وروي عن وروي النبي عن صلى النبي الله صلى عليه الله وسلم وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألفي عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأهبتني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على سفاح قط اللهم صل وسلم وبارك عليه أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطري والحبيب العربي أنت أم أم أب ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطري والحبيب العربي أنت منجينا ودا من شفاعتك صفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطري والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حصر ما غدت لك اشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطري
والحبيب العربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب العربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب العربي. إننا نرجو كأسي حولك للعطاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب العربي. الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا واهلنا إنا يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب العربي. الصلاة على النبي كل وقت دائما لا نجم في السماء سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب العربي. كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها أطهر فتاة في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والبلدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها اهتز العرش ضربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة وبقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلوح في جبهتها المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة ولهرت لانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بنيل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى برأة الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنوار والوقار والسنا وآتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وأعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا واستفت الملائكة منزلها في سفر فعلمت أن موعد السرور
قد قرب بدنا فلما حل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا ثم لما جاء وقت البلادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة رضي الله عنها أمر البلادة وحان بروز الشمس السعادة طلألأ الحق نورا وأضاء ونشرت له في الكون أعلام الرضا وإذا بطائر أبيض قد سقط من الحوى فمر بجناحيه على بطن آمنة رضي الله عنها مسرعا فضربها المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وولدت صبيحتها النبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غدي. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غدي. ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجناته يتوقد. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غد. جبريل نادى في منصة حسنه هذا ما ليح الكون هذا أحمد. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غدي. هذا كحيل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف في هذا السيد. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غد. هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مليح الوجه هذا الأوحد. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غد. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غد. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلائق من جهنم في غد. هذا الذي خلقت عليه ملابس ونفائس فنظير لا يوجد. يا ربي صل على النبي محمد منذ الخلق
حالتنا لائقة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد يا ربي صل على النبي محمد بشرى لي أمتي برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد يا ربي صل على النبي محمد منزل خلائق من جهنم في ولدته مختولا ومكعولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند يا ربي صل على النبي محمد منزل خلائق من جهنم في غدي صلى عليك الله يا عالم الهدى ما ناح طير في الغصون يغرد يا ربي صل على النبي محمد منزل خلائق من جهنم في آمنة رأت حين ولعته صلى الله عليه وسلم نورا أضاء له قصور بصرى من أرض السام وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت لما ولعته ما مددت عيني لأنظر ولدي فلم أره ثم وجدته في المخدع وهو مكحول مدهون مختون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض ألين من الحرير يفوح الطيب من جنابه فجعلت أنظر إليه وإذا مناد ينادي أخفوه عن أعين الناس قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر ولما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم أقمار وفي يدي أخذهم إبريق من الفضة ومع الآخر طشت من الزبرجة الأخضر وفي يد ثالث بريرة بيضاء مطوية فنشرها فإذا هي خاتم يحير أعين الناظرين من شدة نوره حمل ابني وناوله لصاحب الطشت وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق سبع مرات ثم قال لصاحبه اختم بين كتفيه بخاتم النبوة وهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارس بعد الضرام ولم تكن خمدت قبل ذلك بألفي عام فارتج إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة وغالت بحيرة سابت وأصبحت أسنام الدنيا كلها منكوسة ورميت الشياطين من السماء بالشهب الثواقب وانبلج الصبح الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب وروي عن يحيى بن عربة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من أصنامهم قد اتخذوا ذلك اللوم عيدا من أيامهم ينحرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون وقد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه فوجدوه مكتوبا على وجهه فأنكروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقلب انقلاب صاغر ففعلوا ذلك ثلاثا وهو لا يستقيم فلما رأوا ذلك أبدوا حزنا وتألما وأصبح العيد الذي كانوا فيه
استأثما. فقال عثمان بن الحويرث: ما له قد أكثر التنكس، إن هذا لأمر حدث وانشد وقلبه يسلى بالنار. نجاة وتسليم وأزكى تهيتي على المصطفى المقتدى خير البرية. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. أيا صنم العيد الذي صف حوله صناديد من وفد بعيد ومن قرب. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. تنكست مقلوبا فما ذاك كلنا، فمن حزننا قد دارت العير بالسحب. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. وإن كنت مغلوبا ونكست صغيرا، وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. تردى لي مولود أضاءت بنوره جميع في داج الأرض خوفا من الرعب. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. ونار جميع الفرس قد غامدت له وقد بات شعر الفرس في عظام الكرب. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية.
وتسليم وأزكى تقيتي على المصطفى المختار خير البرية. قال ابن إسحاق لما كان اليوم السابع ذبح عنه جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك قال سميته محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقالوا قد رغبت عن أسماء آبائك قال أردت أن يحمده من على الأبراء محمدا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد صلى عليه الله ما أشرق شمس الضحى في ذلك السرد. فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره فبينما آمنة رضي الله عنها في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف هجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسى. صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج إن بيتا أنت ساكن ليس محتاجا إلى السرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وجهك حبكم في قلبنا محمود
صبكم والله لم يخب لكمال الحسن والبهج إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج رحمه الله تعالى كان إلى جانب رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ذلك الذمي لم تفعل في هذا الشهر دون غيره فقلت فرحم بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر فجعل يهزأ به فعز علي ذلك فوجدت من ذلك أمرا عظيما فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك فأخبرته بخبري مع الذمي فقال لا تحزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن قال فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي فسحب المدامع قد جرت على خدي فإذا بالباب يطرق والذمي يقول افتح فقد زال صدى قلبي إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي قال ففتحت له الباب فدخل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه فقلت له ما شأنك قال رأيت الليلة رجلا حسن الوجه الطيب الرائحة عظيم الهيبة أزج الحاجبين سهل الخدين إذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار كل المنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنير وإذا مشى يفوح منه المسك والعنبر ما أحسن وجهه وما أطيب رائحته فأردت أن أقبل يديه قال أتقبل يدي وأنت على غير ديني فقلت من أنت الذي من الله علي بك قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين أنا سيد الأولين والآخرين أنا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح يديه وعانقني ثم قال هذه الجنة وذاك القصر لك فقلت ما علامة ذلك قال أن تموت غدا قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول إن كنت أنت حظيت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقاء فقلت له من هؤلاء قال زوجتي وابنتي قال فدخلا وهما يقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما كيف إيمانكما قال رأيناه كما رأيت رأي عين وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي منجي الخلائق من جهنم في غدي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي منجي الخلائق من جهنم في غدي. أحيا ربي القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد جاءت لي مولده الشريف بشائر وخوارق العادات ليلة مولدي. يا ربي صل على النبي محمد من جهنم في غدي منجي الخلائق من جهنم في غدي. آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسد البدر شق بأمره والشمس إذ وربت له ردت بغير تردد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي منجي الخلائق من جهنم في غدي. البدر شق بأمره وشمس إذ وربت له ردت بغير تردد والوحش والأشجار قد سجدت له وعليه قد سلمنا بعد تشهد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي منجي الخلائق من جهنم في غدي. ومن اليسير سقى وأطعم جيشه حتى اكتافه ويسيره لم ينفدي وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي منجي الخلائق من جهنم في غدي. يا ربي صل على نبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. يا ربي صل على نبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. أوصافه ما ينتهي تاريخ
والظلم والضعف شديدي فأسعدي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في وادي. مالي سوى ربي لديك وسيلة فمن علي بفضل جودك أسعدي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في وادي. إني نازلك ونازل لديك يا خير أزكى الصلاة مع سلامي سرمدي. يا ربي صل على نبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي. وعلى صحابتك الكرام جميعهم وتابعي آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوصي الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقض والداء القام والوباء القاطر إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتقسمنا من زال قهرك والوباء وتحجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تحرقنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من فزع الأكبر وتنجينا من دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.